السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم في صحه واحوال جيده. جبت لكم اليوم خبر جد سعيد اللي انا صراحه فرحني بزاف بزاف، وقلت اكيد ومؤكد انني نبارطاجيه مع المتتبعين ديال القناه ديالي الاوفياء، الا وهو ان كندا كتجهز لانها تستقبل أكثر من 1,200,000 مهاجر جديد، وبالتالي كتكبر الحدود لواحد الفئة كبيرة 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 ديال المتتبعين اللي عندهم نية وغرض أنهم يجيوا يهاجروا دولة كندا من أجل مستقبل أفضل. اللي مهتم يعرف تفاصيل أكثر خليه معي حتى الأخر ديال الفيديو. ترغب كندا في زيادة عدد المهاجرين إليها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لتعويض تراجع عدد المهاجرين خلال سنة 2020. احنا كان بينا كنعرفوا أن الحالة الوبائية اللي وقعت خلات أن دول عديدة الاقتصاد ديالها شي شوية أنه ينخفض، ومن ضمنهم دولة كندا تهي اللي الاقتصاد ديالها شوية كان في تراجع، وكنعرفوا أن الهجرة من بين العوامل لازدهار الاقتصاد في الدولة. أعلنت وزارة الهجرة الكندية الفيدرالية يوم 30 أكتوبر 2020 عن استهدافها لزيادة أعداد المهاجرين إلى كندا سنويا إلى أرقام تاريخية لم تحدث من قبل، لأنها 1,200,000 مهاجر جديد اللي غادي يستعدوا انهم يجيبوها خلال 3 سنوات المقبله. عمر هذا الرقم هذا ما استقبلته كندا خلال السنوات الفارطه، وبالتالي هذه راهي فرصه ذهبيه من اجل اي شخص عنده الرغبه في الهجره. هذا هو الوقت المناسب، هذه هي الفرصه باش انك توجد الاوراق ديالك من اجل الهجره. وأفاد ماركو مانديسينو أن بلده يعتزم استقبال أكثر من 1,000,000 مهاجر بين سنة 2021 و2023، أي بزيادة نحو 200,000 مهاجر عن العدد الذي حدد قبل الأزمة الوبائية. وأضاف في مؤتمر صحفي أن كندا لم تستقبل عام 2020 سوى جزء صغير من 341,000 مهاجر كان تتوقع قدومهم، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في غلق الحدود وتعليق الرحلات الجوية لفترة طويلة. وهادشي هذا كان بينا كنا على دراية به وعلى تتبع به. ومن المتوقع أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية سنة 2021 وفقا لخطة الهجرة المعلنة التي ترتكز أساسا على النمو الاقتصادي وكذلك على لم شمل العائلات واستقبال اللاجئين، لأن النمو الاقتصادي كيكون دائما عن طريق خلق فرص للعمل للمهاجرين، وكذلك من خلال تسهيل الهجرة، وكذلك الفئه ديال لم الشمل العائلي يعني الاشخاص اللي دايرين التحاق الزوجات ديالهم ولوليداتهم، وكذلك الاشخاص اللاجئين اللي دايرين الطلبات ديالهم، هادو كلهم ان شاء الله غيكونوا في طور انهم يسهلوا عليهم الهجره في غضون 3 سنوات المقبله. ولتعويض تراجع عدد المهاجرين سنة 2020 تعتزم الحكومة منح الإقامة الدائمة للعمال المؤقتين وطالبي اللجوء والطلبة الأجانب الموجودين في كندا، كذلك الأشخاص اللي هما هنا ديجا كاينين في دولة كندا تهما غادي يحاولوا أنهم يسهلوا عليهم باش أنهم يعطيوهم الإقامة الدائمة. وبناء على الخطة الفيدرالية فالمستهدف للسنوات الثلاثة القادمة كما يلي: سنة 2021 غادي يستقبلوا 401,000 مهاجر، سنة 2022 غادي يستقبلوا 411,000 مهاجر، سنة 2023 غادي يستقبلوا 421,000 مهاجر، بمجموع بالتحديد 1,233,000 مهاجر خلال 3 سنوات
القادمة، وهذا الرقم هذا ما فايتلهمش بتاتا، استقبلوا هذا الكم الهائل ديال المهاجرين اللي غادي يكون إن شاء الله موزع على الثلاث سنوات القادمة. وبالتالي بادروا 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 من أجل تطوير مستويات ديالكم، وغادي نتعرفوا في بقية الفيديو على تفاصيل أكثر فيما يخص هذه الأرقام هذه اللي عطوهم لنا. توزيع هذه الأرقام على فئات الهجرة الأربعة كما يلي. أربع فئات اللي هما هضروا عليهم هما: أول فئة اللي هي الفئة الاقتصادية، والفئة العائلية، فئة اللجوء والحماية، والفئة الأخيرة ألا وهي فئة الحالات الخاصة. غادي نتعرفوا على كل فئة على حدة. الفئة الاقتصادية نبدأ بها، هي الأولى اللي هي كتكون من 5 ديال المجموعات، تتوزع هذه الأرقام على المجموعات الخمسة كما يلي. أول مجموعة بدأوا بها هي Federal High Skills، يعني اللي خاصة بالأنتري إكسبرس، هذه اللي يأخذوا منها في سنة 2021 108,500 مهاجر، وسنة 2022 110,500 مهاجر، وسنة 2023 113,750 مهاجر. وهذو أرقام صراحة كبارين بزاف، والأشخاص اللي ما يحالفهمش الحظ مثلا في سنة 2021 كذلك يبادروا بأنهم يدفعوا الهجرة سنة 22 أو سنة 2020، لما لا، ممكن أنها تكون عندهم حظوظ. وأنا عارفة وعارفة فئة كبيرة اللي كيدفعوا خصوصا الأنتخ إكسبريس، وهما تهما على دراية بهذا الأمر. وبالتالي ما تنسوش أنكم تحاولوا أنكم تديروا دائما الميزاجور للبروفيل ديالكم باش تحصلوا على نقط أكثر، وبالتالي تكون عندكم حظوظ أكثر للهجرة. ندوزوا للفئة الثانية اللي هي فيدرال بيزنس، اللي خاصة بالبيزنس، دارنها فيها 1000 مترشح لكل واحد، وديجا راه هاد الأرقام 1000 واحد راه ماشي سهلة. ايكونوميك بايلوت اللي خاصة بالتجارب سواء الريفية أو للعناية بالأطفال الكبار ديال الزراعة، يخصهم فيها 8,050 مهاجر سنة 2021، 10,000 سنة 2022، و10,250 سنة 2023. برنامج الأطلنطي طالبين 6,000 سنة 2021، وسنة 2022 6,250، وسنة 2023 6,500 مهاجر. وأخيرا اللي هو Provincial Nomine Program، اللي هو ديال ترشيح المقاطعات، هذا مدخلش فيه مقاطعات كيبك، طالبين فيه اللي هي أعداد اللي تبارك الله كبيرة جدا، وبالتالي اللي توتال اللي كيكون في سنة 2021 اللي هو 232,500، واللي توتال ديال سنة 2022 اللي هو 241,500، ولو توتال ديال سنة 2023 اللي هو 249,500 مهاجر. وبالتالي راه تبارك الله أرقام اللي هي كبيرة جدا، واللي عتساعد بواحد الشكل كبير في النمو الاقتصاد الكندي، وبالتالي أوتوماتيكمون راه عيخلقوا فرص شغل كبيرة جدا من أجل ازدهار الاقتصادي. الفئة العائلية التي تتكون من مجموعتين، وتتوزع هذه الأرقام على ما يلي. أول حاجة أو لا أول جزء اللي وزعوه اللي عطاوه تقريبا 80,000 في سنة 2021، وكذلك سنة 2022 وسنة 2023 عطاوها 81,000، ألا وهي ديال خاصة بلم الشمل العائلي الخاص بالأزواج والأولاد ديالهم، يعني الناس اللي دارين لم الشمل لوليداتهم والزوجات ديالهم أو للأزواج ديالهم أكيد راه عندهم نسبة كبيرة. ومن بعد الجزء الثاني اللي داريناه بلم الشمل الخاص بالوالدين والأجداد اللي خدا تقريبا نسبة ديال 23,500، وبالتالي التوتال اللي كيكون هو 203,500 سنة 2021 وسنة 2022، وفيما يخص سنة 2023 هو 104,500، واللي هي كذلك واحد الرقم الكبير، واللي هاد الفئة هي خدات واحد الرقم كبير. فئة اللجوء والحماية، وهي تتكون من 4 مجموعات، تتوزع هذه الأرقام على المجموعات كما يلي. أول مجموعة اللي هي ديال طلب الحماية من داخل كندا، سنة 2021 طالبين 23,500، سنة 2022 24,500، وسنة 2023 طالبين 25
ألف. تاني فئة اللي هي اللاجئين اللي غادي تجيبهم الدولة، كذلك غادي ياخذوا 12500 سواء في سنة 2021 2022 وسنة 2023. الفئة الثالثة ألا وهي الفئة ديال الكفالات الخاصة اللي عتكون من خارج كندا، اللي هي privately sponsored، 22500 سواء في الثلاث سنوات المقبلة. وآخر فئة اللي هي خاصة بالأشخاص اللي كيكونوا باغين يديروا كفالة لأشخاص وحدين أخرين لاجئين، اللي هما واخدين فيها نسبة ديال 1000 ثلاث سنوات المقبلة. هذه اللي خاصة بالفئة ديال اللجوء والحماية، هي واحد الفئة اللي هي مهمة جدا، اللي هي عادة ما كياخدوش أرقام كبيرة بهالطريقة كما ياخدوها إن شاء الله في سنة ثلاث سنوات المقبلة. الفئة الأخيرة وهي الفئة الخاصة بالحالات الخاصة أو الحالات الإنسانية الخاصة. هذه الفئة الأخيرة راه الحكومة الكندية هي اللي كتختارها، كتختار الأشخاص اللي يكونوا فيها بناء على بعض الأمور اللي هما كيشوفوها، وبالتالي ما كاينش واحد البرنامج خاص باش أن الأشخاص يقدموا لها، لا، هذه الحكومة الكندية هي اللي كتختار هاد الشهادة راسها. وهذه النسبة عاطين نسبة ديال 5500 سواء في سنتي 2021 2022، وبالنسبة لسنة 2023 دايرين 6000 حالة. وبالتالي غنكونوا وصلنا للنهاية ديال جميع الفئات اللي ذكرناهم، وكنتمنى لكل شخص أنه مهتم بالهجرة يحاول أنه يطور من المستوى دياله، خصوصا المستوى اللغوي، وبالتحديد كيتكلموا باللغة الفرنسية من خارج كيبيك. وكذلك أي شخص عنده الرغبة أنه يهاجر يحاول أنه يطور من المستوى دياله سواء المهني سواء الدراسي إلى غير ذلك. وغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ديال الموقع الرسمي الكندي اللي تعلن فيه على هذه المعلومات هادو، من أجل الاطلاع عليه والتعرفوا على تفاصيل أكثر. كنت أتمنى لكم حظ سعيد في مشروع الهجرة إلى كندا، ومزيد من العطاء والنجاح، ودمتم وفيين للقناة. دائما مرحبا بتساؤلاتكم وأرائكم واقتراحاتكم، ولا تنسوني من تعليقكم الرائعة. مع السلامة. Thank you.